بسم الله الرحمن الرحيم. انا كمواطن من اللي كنخرج كنعبر على الغضب ديالي وعلى الاستياء ديالي وعلى الحاله اللي وصلت لها انا مع المعيشه اليوميه. كما معروف في المغرب كامل هذا الغلاء هذا راه كاع المواطنين ما تقبلوش، وتيره سريعه باش طلعت جميع المواد الاساسيه والمواد الغذائيه والخضروات، رغم ان المغرب معروف بانه راه تعتمد على الفلاحه وكل شيء غلا، ماطيشة غلات، البصلة غلات، كل شيء غالي. دابا المواطن كان تيمشي للسوق تيدي 600 ريال تيجيب خنشة الخضرة، دابا تيمشي يدي 1000 ريال ما تيجيبش بها حتى ميكا صغيرة، يعني كل شيء غالي. واش لا يعقل المواطن ولا تيجي للسوق وتيتسوم ويمشي ما يشريش؟ يعني ما كافيش ليه هذاك الشيء اللي عنده، ما كافيش باش يتقدى به. راه لا يعقل. حنا تنطالبوا من المسؤولين ومن هذه الحكومة هذه اللي هي سبب هذه المشاكل هذه تدخل وتنوض دير حلول وتقلب على حلول. تسمو رسم حكومه كفاءات، يا بينوا لنا الكفاءات، ماشي تي كل تخدم المصالح الشخصيه ديالو وما حاسش بالمواطن المقهور. وحنا تنطالبوا الرئيس الاول للبلاد صاحب الجلاله نصره الله يتدخل ويشونجي لنا، لكن شي ما يشونجا في هذه الحكومه. راكم تتشوفوا جميع الوزراء شنو التدخلات ديالها كيفاش تيهضروا، يعني لا يلقون للمواطن البال. المواطن راه في واحد الحاله يرثى لها بهذا المعنى. هذا راه اغلب الطبقه ديال الشعب راه طبقه مسحوقه. الناس راه تيخدم غير نهار بنهار، يقدر يخدم نهار ما يخدمش سيمانه، كي غيدير يخلص لك راه غيدير يتقدى لوليداتو ما ياكلو، كيدير غيدير يخلص الماء والضو. راه مشكله. وكانوا الناس يستافدوا من هذه المساله ديال الرامي حتى هي تحيدات، ولا دابا السجل الاجتماعي ومازال ما واضحاش المعالم ديالو. حنا تنطالبوا جميع المسؤولين الغايورين على هذه البلاد هذه ينوضوا يتحركوا وينقضوا ماء الوجه باش ما نمشوش لشي حاجه لا تحمد عقباها. حنا المغرب عزيز علينا وبلدنا وحنا فيه وما غنخرجوش منه، واخا كاع يبغوا يجروا علينا منه حنا ما غنخرجوش منه. حنا غادي نبقاو فيه ونناضلوا ونجاهدوا ونتقاتلوا مع الوقت باش نعيشوا. راه حنا ما يمكنش حتى حنا غنخوه. حنا ما عندناش كاع ديك الفكره ديال حلوا لنا البحر نزيدوا نخوه. حنا غنبقاو هنا باذن الله، وحنا ما تنطلبوهمش يعطونا شي حاجه، تنطلبوا الحقوق ديالنا كمواطنين مغاربه اللي كيكفلها لنا الدستور. السلام عليكم ورحمه الله.